بقى شكل معاكي في معرض تراثنا؟ في عندنا حاجة اسمها الجديد بقى الدق، يعني بدأت أستعمل اللي هو الدق على الشنط وعلى الجلد نفسها اللي هي دوت، بدخله في السجاد. احنا اتكلمنا على الدق في المقدمة، ان هو الدق هو الوشم او التاتو. بتدقي بقى على الجلد ازاي ان انت تدخليه في السجاد؟ بيبقى بيجي جلد من غير شعر، وبنبدأ نعمل عليه زي عملية حفر ورسومات، وبتبقى هي زي هي ايه زي قلب للسجادة والكنار ليها رسمة معينة. رسمة معينة، دي فكرة جديدة، زي فكرة كده زي مثلا سجاد بتاع فرزاتشي ده مثلا. بيبقى كنار وفي النص الرسمة. احنا خدناه بقى من التراث رسومات بقى فرعنا، وبقينا نحطها في النص. ودكتورة سارة كانت بتتكلم على فن التكفيت اللي هو الإطار الخارجي وحواليه رسمة، فممكن رسم برضه دكتور كل الحاجات دي ما احنا فرعنا، يعني هتلاقي في الدم والتفكير كله غالب علينا من غير ما نحس يعني. صح. سودانا، ايه اكبر الصعوبات اللي بتواجه اي حرفي بيحاول يقدم منتج يكون من التراث بجودة عالية طبعا؟ يعني شوف حضرتك غيرت كذا حاجة، ايه اللي التحدي بقى اللي بقابل الصناعية دي؟ التحدي انك انت تجيب عمال وتقعد تربيهم وتفهمهم ازاي الحاجة دي تطلع، سواء انت موجود او مش موجود، لان احنا مش هنعمل كل حاجة بايدينا، احنا اشراف. أيوه. الدكتورة سارة لسه كانت بتتكلم في المشكلة دي، بنفس الجودة ويبقى كانه يعني انا دايما بعلق بقول له، يعني انا دلوقتي دي لما باخد حاجه مثلا من عامل وانا عيني خلاص بقت تجيبها على طول متابعة. الحاجه لا عيني فهمت خلاص فين الديفوف في السجاده. الغلط فين؟ الغلط فين؟ فبقول له طب هي دي لما تتفرش ويجي العميل يقول لك كذا كذا، ايه لازمتها واحنا بنقول الفينش والجوده وبنتميز بدوت؟ يعني التحدي هو العامل، انك نتابعه وندربه مره واثنين وثلاثه وعشره، ووجود العامل كمان اللي يستحمل ويصبر على الحرفة اليدوية. يعني هي الخامة دي ايه يا دكتور؟ هي أستاذة نيه؟ ده جلد. ازاي جلد؟ جلد بقري طبيعي ومتضاف عليه بقى ورق اللي هو الفضة والذهب. هو كده ده الورق صح؟ ده الورق. طب واللي في النص ده كأنه ملمس شعر؟ ما هو ده جلد البقر بشعره. انت حطاه كده؟ ده بغينه وحاطينه بشعر، ما بينزلش منه الشعر في مرحلة الدباغ. أستاذة نيه، ده ورق ذهب؟ ده ورق ذهب. شكلهم وانا مش هتمشي حضرتك لما تقولي لي السر في تثبيت ورقه. هقول لك بعد ان شاء الله. اقبال الناس على المنتجات المستوحاه من التراث عامل ازاي؟ رائع، وبقالنا سنين في اقبال. رائع بجد. يعني زمان كان من حوالي 7 سنين كان المصريين عندهم عقده الخواجه، ان يسالك دي مستورده ولا مصري. النهارده لا، داخل بيقول لك ده مصري، انا عايزه المصري. فاهم؟ بيدور. بيقول لك اتشرف بجد يعني. فبدات الفكره دي والثقافه دي الحمد لله يعني تتمسح خالص من عقولهم، لان في بقى في تطوير. يعني زي ما بقول لحضرتك انا من 2011 بدات ما كانش في الذهبي والفضي ده، كانت الاشكال طبيعيه عاديه، يعني سجاد جلد شكله حلو زي كده، بس مثلا من غير الفضي والذهبي والاضافات دي. طورتي بقى عشان تواكبي لما بدا يلاقي جوده حلوه وبدا يجرب السجاده سنه واثنين وثلاثه، فخلاص بقى عنده ثقه في الصناعه المصريه وفي الجوده، وبقى معروف ده سجادها ايه. يعني انا سجادي مثلا بيتعمل زيه تقليد حواليا ناس تانية وساره ارخص بكتير، بس بقى العميل يجي عارف ان هنا الجوده زي ما دكتور ساره قالت. طب